عليكم، معكم ليلى بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة، ومرحبا بي معكم في اليوم 24. نعرفوا على انه احنا كاملين عندنا واحد مجموعه من القدرات ذاتيه، وحنا كاملين عندنا مجموعه من من من, من الامور اللي احنا ربما بعض المرات كنكونوا ما عارفينهاش وما عاطينهاش قيمه في انفسنا. كل واحد فينا عنده خلق الله بواحد القدرات اللي مختلفه على الانسان الاخر، فإلا عرفنا كيفاش نستغلوا هذيك القدرات ديالنا اكيد نقدروا نحققوا اهدافنا ونوصلوا للتوازن الذاتي مع انفسنا. خاص كل واحد فينا يسلط الضوء على النقط الايجابيه اللي عنده. اي حاجه كيعرفها الواحد كيعرف يتقنها او لا كيقولوا ليه الناس المحيط ديالو على انه كان كيتقن ولا هو بارع فيها، خاصو يسلط عليها الضوء ويخدم عليها مزيان باش يقدر انه يخدمها لصالحه. القدرات الذاتيه خاصنا اولا حنا نامنوا براسنا، الا ما امناش حنا براسنا وما عرفناش كيفاش حنا نوظفوها لصالحنا، فما نتسناوش من الاخرين على انهم يسلطوا عليها الضوء. فخاصني نعرف شنو عندي، شنو هي القيمة ديالي، وكيفاش نستغل هذيك القيمة ديالي. كل واحد فينا عنده شي حاجة اللي هو سبيسيال على الإنسان الآخر، نخدمها مزيان ونتقنها ونعرف بقيمتها. وفاش غنعرف بقيمتها وهذا الشيء غادي يزيد لي الثقه في النفس ديالي، واكيد الثقه في النفس ديالي غادي تخليني انني نحقق اهدافي بكل سهوله، وبالتالي غادي نقدر انني نضبط نفسي ونقدر انني يعني اي حاجه انا بغيت نحققها نقدر نحققها غير بهذاك الشيء لو ضفته وعرفت كيفاش انني نستغله. وبعد ما بعض الناس اللي كيكونوا ناجحين في المجال ديالهم وعندهم القدرات ولكن كتنقصهم الثقه في النفس. الثقه في النفس كنجيبها من خلال التجارب، ما نحبسش راسي ونقول لا انا ما قادرش ندير هذه القضيه، نجرب ونخطا المره الاولى معليش ونتعلم، ما كنفشلوش حنا في حياتنا، كنتعلموا ونطيح ونوض ونبقى نستمر حتى نقدر انني نثبت راسي ونستغل هذاك الشيء اللي عندي باش انني نوصل لتحقيق الاهداف ديالي.